صباح الخير بنات كديري، لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا ربي. انا صباح نصور لكم على الصباح ان شاء الله، نشارك معكم روتين الصباح اللي كندير، عشان نطيب الغداء ونصور معكم يعني شنو كندير في الصباح. القناه فتحتها باش نشارك معكم يعني منوع، يعني ماشي ما خاصهاش انا المكياج، يعني متنوع، نصور معكم روتينات وصفات للبشره، مكياج، يعني كل شيء، يعني ميكس. المهم نمشي ندخل دابا للكوزينه نشوف وريكم اش راه غندير. كتشوفوا الدنجال مطيشه، الفلفله معروفه، عرفتوا ولا ما عرفتوش باغا نطيب؟ ما نطيب الزعلوك اليوم، الزعلوك راسلهم وجداهم هنايا، نديرهم شويه في الفران من بعد عاد نخدم بهم الزعلوك، كيجيو بهاد الطريقه زوينين وبنان. ندخلهم الفران يتشواو. شوف بدلت البيجاما، حيت البيجاما اللي كنت لابسه قصيره من التحت، يعني الا درت بحال هكا غادي يبان لكم حدا، مشيت لبست البيجاما مع السروال هادي. المهم باش نكمل معكم التصوير على راحتي، يعني ما نخافش الكاميرا، نتحرك على راحتي. المهم دابا غندير الشلاضه. ضروري طرا لكم هاد اللقطه، ما تقولوش ليا ما طراش، ضروري تكون طيبي او تجيك العطوسه. قالوا لي علاش فتحتوا جوج قنوات، قناه وحده تكفي، هاد البنات لي قالوا علاش فتحتي قناه، القناه ناخذ في راحتي معاكم طيب غديوه نصورها لكم، خبيزوتين نصور لكم، لوبيا عديسه كلشي. انا ما كنبغيش، كنبغي نصور بعد ما رات كلشي، وبعد ما رات ما كنبغيش نبقى نقطع في المونتاج بزاف بزاف، كنقول يلا حط حطي كيما بقى تجيجي، حطي حطي. دابا واخده راحتي كتدار كتدار معاكم دابا، فمي ما عنده جهه، فمي وما جهه، ولكن نتوما كتعرفوني احسن حاجه انكم كتعرفوني الحمد لله. الا كاين شي وحدين يدخلوا قناه جديده يقولوا هاد وحده دخلت قناه جديده وما عرفت سموها، ماشي من المتتبعات ديالنا، كاتبه هويلي 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 ثلاث مرات شوي، قال تشهد الكائن الغريب، شهد الهضره الغريبه قالت لي كتهضري فيها. وين قلت ديما انا كتقول لي الهضره اللي كتهضري فيها دايره بحال هكا، انا نقول لها هذه يمكن يلا جديده القناه داخله وباك تعيب لي في الهضره ديالي، قلت ماشي مشكل. الزوين اللي فيا انا ما كنردش، ما كنبداش نرد تحت التعليقات، ندير التعايا كنقول خلي خلي قولوا اللي بغاو، هاني الوقت. قطعوا الشلايضه ستيك مهند دابا، دابا اليوم عندنا الجمعه، كنا كنخرجوا كل جمعه، كنا كنخرجوا كنصوروا لكم، ولكن اليوم ما غاديش نخرجوا حيت الا خرجنا كاين المخسور ديال الفلوس، هو تابعو في السفر كما كتعرفوا، ولا حد يخرج ضروري خاصو يخسر ضروري، واخا تقول لا ما نخسر والو نتغداو في الدار ضروري، خاصك تعجبك هادي تشوفي هادي ضروري من الخسران. قال لي لا ما نخرجوش بلاش، صافي قلت لي صافي الله تعالى بقى في الدار. ايوا انا كنصور لكم من الدار كما قلت لكم، غندير زعلوك اليوم شويه شلاضه دي بانيو راسنا، ونقلي شي شويه البطاطا، كنت باغا ندير لي واحد طلعت الدجاج من الثلاجه، كنت باغا ندير لي سدري الدجاج قطبان، ما عرف دابا نشوف هادشي اللي كان كافي ما نكدش، هذاك الشيء اللي قدنا انا وال روميو رومي ديالي. ايوا هانا معاكم حسيتو مغزل، دابا مني نطلع هذا الزعلوك من الفران انا نوريكم العطيري اللي كندير فيه، كيجيني بنين والله الا كيجيني بنين، ماشي غنشكر راسي ولا داكشي، كيجي بنين. كنت كنديرو في الاول طريقه اخرى كنت كنبخرو، ولكن هاد الطريقه ديال التشوي التشوي في الفران احسن، ولا كان عندكم الفاخر حتى هو كيعطيه كيجي زوين، الا شويتي في الفاخر كيعطي لك البنه، الطعم ديال ريحه نكهه ديال الفاخر كيجي زوين مشوي،
كان تكون فاخر داكشي كله نشاركوا معكم تنهضوا العربيه خلا القيفار ديك الساعه نتريني مزيان تما نوريكم عروبيتنا والبلاصه فين كنا وزاطري زمان ملي كنت كنت في الماء في البير داكشي كلشي غنوري لكم ان شاء الله. المهم دابا بلا وقت نكثر عليكم بلا 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 نختصر لكم الموضوع. المهم هاي الشلاطه كنقطع فيها كنت انا كنشطب هذه يعني كندوز ليها واحد التشطيبات مني كنا كناكلو فيه ناكلو على الطابي هنايا. اما دابا مني جبت سالامونجي ناتني يعني البلاصه كنضرب هذه مسحه بالليل كاع الصباح كيصبح عندي شي مجموع يعني ما عنديش شي حاجه كنا كناكلو انا كنجمع كنصحى كنجمع. دابا راه حاطه عليك الصينيه المغربيه حاطه تما الديسير نخليهم تما هنايا كتعرفوا باليزات جا منهم ساردينهم هذه داز السفر خليناهم هنايا اليوم هاد غنحل نشارك معاكم هنايا الهدايا اللي غادي ندير. قال لي ولا شي طيتي حماقيتي قال لي بغا تصور كلشي قال لي لا ما خصناش نصوروا حيت هذيك كتبقى يعني الكادو كيبقى مفاجأة وما خاصش حيت عائلته تا هو متبعانا ما خاصناش نحافظوا يعني نحرقوا المفاجأة. قال لي لا ما تصوريش انا كل اللي جات عليا مدام نفرتكم بالدارفو ولا نصور عادي عادي. المهم غير صالون ما غاديش ندير فيه والو الحمام انا ندخلكم تشوفوا شنو غادي ندير. المهم هذا هو الحمام غندخل معكم نوريكم الحاجه اللي كنغسل يوميا الحاجه اللي ما كنغسلش. الحمام البنات انا عندي ديما مطرف ديما نقي ديما مقاد يعني ماشي دابا حيت مشي على الكاميرا ضربت لي بالطريفه عاد جايه نصور لكم لا هذا هو الواقع يوميا انا عندي الحمام يعني دائما مطرف. الحاجه الوحيده اللي كنغسل يوميا هو هذيك البلاصه المرحاض تما وهذا لافاب هذه هي الحاجه اللي كنغسلها يوميا. اما باش نبدا نخمم الحمام انا يوميا وداكشي لا هذا مره باش نسيق هنا مره 4 ايام مره في الاسبوع نمسح تما نقعد نزل داكشي كله نهبطو نقادو يعني ماشي يوميا كنغسل غير هادو غير هذا المرحاض وكما قلت لكم هنايا المغسله هذه لافاب باش كنغسلو يدينا ملي كنتغداو داكشي كيلصق الدسم هادشي اللي كندير يعني ما ديرش شقال اللي غنوحل فيه. دابا صافي دابا نضرب عليا هذه بغسله طف طف بالزربه بلا ما نشاركها معكم وهذيك اللعيبه قلت لكم اللعيبه والمرحاض بالزربه نغسله. المهم هذا هو الروتين ديال الصباح اللي كندير هادشي اللي كندير الصباح يعني بغيت نشارك معكم كيف ما هو. والمهم دابا نخليكم دابا حاشاكم غنمشي نرمي الزبل علاش بغيت نصور لكم علاش غتقولوا هادي مالها بغات تصورنا كلشي المهند راه داخل متكي غايقول ويلي هادي فتحت القناة وغدا تحدت بغات تذاكر بغات تجمع ايوا هادشي ما كان قبلوا عليا. المهم انا علاش باغا نصور لكم فين غنمشي نرمي الزبل حيت طرات لي واحد الطريفة مضحكة اول ما جيت الامارات كنت جمع لي الزبل في البلاستيكه وبغيت نخرجو ما عرفتش دابا حنا عندنا في المغرب كنخرجوا الزنقه ولا كنخرجوا حتى شي بركازه ونحطوه هادشي علاش باش مولفه انا كنقول نخرجوا نقلب على شي بركازه هنا ونحط حدا ايوا يوم مع الصاد والشمس وانا كندور كنقلب على ديك البركازه الكبار ندور بان لي الدنيا ما كاينه حتى بركازه منقار كنقول اولي هذا فكيله حل الزبل نقلب وعرقيسي الاول كنقول ولي انا الزبل ما عرفاش اللوحه فين ايوا نقلب 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 شويه قلت كيما كيحطوا واحده تحت باب العمارات كيجي شي حساس هذا الناطور كيقول لي الناطور كيجي وكيهزو صافي عيت قلت لهم نحطو لتحت ونطلع حطيته لتحت وطلعت هاي سولوني البنات قالوا لي
شك تعطلت فين جيت هذه؟ قلت لها مشيت قلت له حط الزبل ما لقيتش نلوح الزبل هي اسمها قلب. قلت لها فين مشيت تلوح الزبل؟ قلت لها خرجت برا. قلت لها حاز الزبل قلت لها احنا نوريكم حاشاكم. ها حدا الجيران هنايا غير واحد ما يعرف واحد ماشي شعبي هاد البلاصه انا ما كنعرفش اصلا شكون ساكن هنايا كنعرف حتى واحد ما ماشي شعبي بحال المغاربه يعرفوا الجيران هذا هو البلاصه حاشاكم انا بغيت نوريكم لانها كتحطي هنايا البلاستيك وكتهود بوحدها يعني قريبه ما تعذبي ما والو انا قلت لهم والله الا زوينه هاد القضيه هنا في كلوح كيلوحوا دايرين لي مغرفه صغيره والمهم كما قلت لكم هنا الجار ما كيعرف جاره ما كنعرفش شكون ساكن كاع هنايا المهم كل واحد داخل سوق راسه ما كاينش هذه المهم بعد ما شوية الدنجال ومطيشة في الفران طلعتهم باش ما نطولش الفيديو بزاف اختصرت يعني اختصرت لكم باش تشوفوا بس العطيرية اللي كندير المهم هذه الفلفله وهذه المطيشه انت شو قشرتهم نحطوهم هنايا كما قلنا شحر شويه ما عرفتش عطيت شويه مقيده للزيت الزيتون ومقيده للزيت العاديه هذه واحد جوج فصوص جوج فصول ديال الثوم انا كنخدم بيديا جوج فصول ديال الثوم ها هو الدنجال من بعد ما قشرتو خليته هنايا هاي شحرت شي شويه ونزيد عليه الدنجال خليت شي تاخد على خاطرو حتى ينشف يجي زوين ها حلاوه مطيشة تقلقت واحد الزويته هكا حمراء غير يلبر اطلاق البنه المهم هذا باقي نزيدو الدنجال ها هو الدنجال ايوا لا مولاتي نشدو معايا قدر الكمون هاي معايا قدر الكمون معايا قدر البزار واحد نص معي قليل شويه ما نكترش باش ما كيبقاش ديال سكين كبير شويه بس شويه صافي كندير مليحه هادشي اللي كندير هاي الملحه وهذه العطريه البنات شاك كنشارك معكم دابا اهم التفاصيل يلا كما بغى يجي هاد الفيديو يجي بالنسبه ليا داكشي ما كافيش درت غير زعلوك وشلاضه ضروري خاص نزيد معاه شي حاجه جبت الصدر ديال الدجاج قطعته هذا راه جهد جوج قطبان صافي يعني شويه على قدنا هنايا الشرموله وجدتها درت فيها معلقه ديال الهريسه شويه ديال الزيت واحد فاص ديال الثوم شويه ديال الكمون وصافي هي هذه اللي غنديرها فيها من بعد نديرهم في قطبان من بعد يشربوا شويه ونديرهم في قطبان نديرهم يتشواو في المقله كيجيو زوين نجربوهم البنات خليهم دابا يتشربوا شويه وعاد نرجع انا معاكم عاوتاني المهم ندير باني وغدانا درت شويه بطاطا التقله المهم هادو هما القطيبات طلعوا غير جوج المهم على قدنا داكشي ها انتو قطعت قسمت من القطيبات حيت كانوا طوال ما غاديش يجوني من نبغي نسالي من المقله غنديرهم تما يتشواو يعني غنحيد الزيت وكلشي غندير غير نقطه يعني معلقه صغيره ديال الزيت كيبقاو يتشواو فيها كيجيو زوينين المهم نسرح هاد البلاستيكه هادي زوينه كتباع هنا ديال الطابله تبقى تقطعي لي من الخضومه تبقى تقطعي قطعات
تبغي تتغداي كنسالي وكنجمعها كتجي ساهله. نيت نيت حي حاضر نيت على الطابله والطابله اللي غطيتيها كلها بقلع باش تحافظي عليها ما تبقاش فيها المنظر. هو المنظر ديالها هو الخشب هو اللي مزينها يعني احسن حاجه نجيب غير هذا. المهم انا ندير حصه غدا شلاضه شي سلطه مغليه ورجش قطبان قليه وقيم السي مهند. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم الروتين ديالي شاركته معكم كيف ما هو كيف ما بغى يجي. يمكن طولت انا الفيديو اليوم ما عرفتش غيجي فيه 20 دقيقه والله لا اعلم. المهم نتمنى يكون الفيديو خفيف وظريف على القلب كيف العاده. تمنوني فيديو قادم باذن الله ومع السلامه.